عليكم وعليكم السلام العمدة بشير الصنقري عمدة القبائل علي أبيض محافظة مطروح باسمي وباسم أهالي مطروح راح بسيادتك في محافظة مطروح حضرتك احنا شاهدين التنمية في جمهورية مصر العربية والحمد لله قطار التنمية داخل مطروح وحضرتك احنا بالنسبة لنا في خريجين وفي حرفية وفي شباب العمل وفي مستثمرين حضرتك احنا لنا طلب والطلب ده طلب أهالي مطروح واتمنى من سيادتك يكون الموافق عليه النهارده ان شاء الله رب العالمين والطلب ده بيدعم التنميه حضرتك الطلب انشاء شركه لابناء مطروح انشاء شركه آه. لابناء مطروح زي الشركه اللي في سينا بتاعت ابناء سينا اللي عمرت سينا وبتعمر في المحافظات الثانيه فانشاء شركه باسم ابناء مطروح الاشتراك في التنميه وجميع المشروعات يبقى الخريجين والشباب واللي عايز يعمل كله يبقى خير مطروح وبرضه توظيف لأهالي مطروح لأن أنت حضرتك تعرف إن هنا ما فيش وظايف ما فيش عمل العمل كله على مياه الأمطار فحضرتك نتمنى إن تكون الشركة تتأسس بتاريخ زيارة سيادتك النهاردة وده شرف لنا والشركة ديت كل مساهمين من أبناء مطروح إدارة أبناء مطروح والعمل داخل مطروح والمحافظات الثانيه وممكن في الدول المجاوره على اساس الكل يساهم في التنميه داخل مصر وخارج مصر متشكرين يا فندم. احنا انا اللي متشكر على الفكره الجميله ديت وانا ما عنديش ما عنديش رفض لها ولا مانع منها ليه؟ لان احنا اي جهد اهلي من المجتمع المدني من الناس بتوع اهالي مطروح او من اهالي السلوم في ان هم يعملوا شغل منظم مترتب بشكل كويس عشان يوفروا فرص عمل للناس انا معاكم فيه. يعني الموضوع مش محتاج ان انا اقول لك ايه لا انا داعم ومش قراري. يا دكتور مصطفى ده قراري؟ ده مش قرار ده قراركم انتوا. لو عايزين تعملوا الشركه اعملوا الشركه. واحنا جاهزين. احنا احنا مش هنرفض حاجه ممكن تجيب خير للناس ابدا.